فرح وصلنا لمساحة مميزة كمان ضمن صباحنا، وأكيد رح نفرد فيها للحديث بموضوع كتير بهم العديد من الشباب السوري، سواء قبل دخوله لمرحلة العمل أو حتى بعد دخول المجال العملي بمرحلة الدراسة أو حتى ما بعد التخرج. أكيد زينب، التدريب في سوريا ومراحل التحضير يلي بيقوم فيها المدرب، كمان الصعوبات يلي ممكن يواجهها وأهمية التوجه نحو الاختصاص في التدريب، كل هاي الأسئلة رح نطرحها طبعا على ضيفتنا الاستثنائية لما لطفي، منظمة فعاليات وخبيرة تدريب. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك يا لمى، يعني دائما معودتينا أنت عبر صفحتك على مواقع التواصل ببث الطاقة الإيجابية والتحفيز والإرادة لتحقيق الأهداف. نحن قبل ما نبلش معك بدنا نحكي طبعا أنه ننوه أنه حضرتك أيضا دارسة تنظيم فعاليات بجامعة سان جوزيف بلبنان، وممارسة للتنظيم المجتمعي مع مجموعة مارشال جينز الأردنية، وعلى صعيد العمل التطوعي قائد كشاف سابق وشيف بجوقة الفرح سابق وعضو حالي. نعم. كمان كل هدول وخريجة علاقات عامة. ما شاء الله عليكي. احكي لنا يعني عن الموضوع اللي ممكن نحن اكثر شيء هلا بهمنا يعني كشباب، وهو التحضير لدخول سوق العمل حتى قبل دخوله او بعد دخوله. عم لاقي في مشاكل بالتاقلم دائما، خلينا نقول بالابداع، بالافكار الابداعيه، حتى دائما عن روتين للاسف بمجال العمل. فخبرينا شوية لما عن هذا المجال، كيف عم تعطي هالأفكار، كيف عم تعملي هالورشات التدريبية؟ هلأ بشكل عام هي مشكلة أي طالب بس دو يخوض بسوق العمل بيلاقي شوية مطبات أو صعوبات. صحيح. لأنه المناهج التدريسية هي أقرب للنظري. صح. وبالتالي نحن نفتقد للمساحة العملية. هون تجي مهمة المدرب بأنه هو يترجم هي الأساليب والمناهج العلمية لمادة فعلية بمارسة المتدرب على الأرض عن طريق كتير نشاطات وقصص ممكن هو يبدعها طبعاً لحاجة المتدرب. يعني التدريب خلينا نقول هو مرادف للعملية التعليمية لتوضيح صعوبات العمل على الأرض، شو ممكن يكون لازم يمتلك من مهارات وتقنيات على الأرض لحتى يقدر يفهم كينونة العمل والمهارات اللي بيتطلبها على الأرض. لما إذا بدنا نفرق شوي بين التعليم التدريس والتدريب، قدي في فرق بيناتهم وهل هن مرتبطين يمكن بحلقة واحدة؟ قد يرتبطوا إذا كانت عملية تدريس أو تعليم مستدام، ولكن بشكل عام الأستاذ هو بيعطي مناهج نظريات، بيعطي خلينا نقول يعني أساليب تعليمية خاصة بالنظري. مهمة المدرب تطبيق هي المناهج والأساليب والنظريات بطريقة عملية تفاعلية على الأرض، بطريقة بيبس فيها طبعاً خبرته، بيبس فيها اختصاصه. صحيح. وبيعالج المشكلات والأزمات اللي ممكن تصير على الأرض من طبيعة خبرته وكل شيء بيمتلكه من مهارات. أكيد. لما يعني ده اليوم مهم يكون المتدرب مختص بالشأن اللي عم بيدرب فيه، مع خلينا نقول صار كل شيء متاح بهذا الزمان، يعني ملاقي يمكن ما له علاقة بالشيء اللي عم يدرب فيه، عم يعطي نصائح لكن هو ما مجربها على نفسه. قد اليوم مهم فعلا المدرب يكون مختص بالشأن اللي عم بيدرب فيه، من خبرته العملية والحياتية ممكن انه مثلا يرسل بعض من خبرته لطلابه. هلأ أنا من مشجعي الاختصاص بشكل عام. الاختصاص بيعمل تمكن، بيعمل قوة، وبيعمل انطلاق. المختص بيمتلك أسرار الاختصاص، وإذا ترافق الاختصاص بخبرة عملية على الأرض فأنت امتلكتي خلينا نقول باز ثابت لتنطلقي. صحيح. أكيد عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلينا نقول صار في علوم فيكي تاخديها، ولكن ما بتاخديها بعمقها، ما بتاخديها بمهنيتها، وما بتاخديها تماما. وبالتالي الشخص الغير مختص لما بيأدي او بيلقي معلومه هو غير قادر على اعطاء خلينا نقول جوانبها متكامله. هو بيعطي يمكن اطراف احاديث او بيعطي خلينا نقول كوتس معينين منتشرين. صحيح. ولكن غير قادر على اعطاء حل، غير قادر على انهاء ازمه معينه قد تواجهه بعملية التنفيذ على الأرض، غير قادر على إبداء النصائح.
والنصيحة بتجي من الخبرة، من الخبرة العملية على الأرض. فأكيد أنا بشجع كتير على الاختصاص، وهي هي أحد الصعوبات اللي بيواجهها المدرب بشكل عام. نحن شوي الاختصاصات عنا بتجي كمواد وليس كاختصاص عملي، عم بحكي بالعلوم الإدارية الحديثة. هلأ بلشت تفوت شوي على جامعاتنا، فيلا إن شاء الله هذا الجيل الجديد بيكون طالع اختصاصيين وعندهم مهارات على الأرض قوية. أكيد حكيتي يمكن لما عن الصعوبات اللي من ضمنها يمكن عدم الاختصاصات، خلينا نحكي بالتفصيل عن الصعوبات اللي بتواجه المدرب سواء بالميدان اللي عم يشتغل فيه أو حتى الأشخاص المتدربين اللي قدامهم. أوكي خليني أقول لك أكيد في صعوبات لوجستية وفي صعوبات خلينا نقول عامة. نحن نمتلك صالات للتدريب ولكن صالات صغيرة بتسع عدد قليل، تقنيات الموجودة فيها قد لا تساعد يعني المدرب على أنه يكون مبدع مثل ما حكينا قبل. نحن نفتقر لصالات مجهزة بتقنيات عالية وتستوعب أعداد، ولنفترض إن وجدت فهي البدجة تبعها شوي عالية بالنسبة للمتدرب والمدرب أو الجهة اللي طالبة التدريب. كمان الصعوبات اللي ممكن نحن نواجهها كمدربين حالياً بهذا الوقت عدم تبادل الخبرات مع الخارج. يعني حتى المدرب هو بحاجة لتدريب وبحاجة ليحدث معلوماته وبحاجة ليتطور. نحن هلأ بهي الفترة عم نعتمد شوي على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سابقاً كان يصير في تبادل خبرات بين مدربين وشركات ومنظمات. أكيد في صعوبات بفهم الحاجة، ليش لازم نعمل تدريب؟ التدريب هو بيتطلب فهم الحاجة، بيتطلب وضع أهداف، بيتطلب وضع محتوى بيتناسب هدول القصص اللي حكينا عنها. يعني هي شوي هيك صعوبات بسيطة، إذا بدنا نحكي كثير على الصعوبات في كثير صعوبات، بس نحن دائما بنتجاوزها وبنحاول نكون مثل ما قالت زميلتك شوي مبدعين بطرق الأداء والمهارات اللي بنستخدمها. أكيد لما يعني اليوم عم نشوف كثير الشباب عم يتجهوا لتدريب نفسهم على العلاقات العامة، على الدخول على سوق العمل، صار في وعي أكثر بهذا المجال على تقديم نفسهم بطريقة صحيحة ليحققوا المستوى أو الحلم أو الهدف اللي خلينا نقول اللي هو الهنة بالدنيا. ردود فعل الطلاب، استفادتهم، خبرتهم، كيف عم تشوفوها أنتم اليوم كمتدربين وخاصة مثل ما قلنا بسوق العمل الإدارة العامة، كيف عم تلاقي تقديمهم لحالهم؟ صار في عندهم خبرة، عم يستفيدوا من الدورات، في حدا نجح حقق هدفه صادفك بهيدي الدورات؟ حسيتي انك فعلا عملتي شيء بصمة، تركتي اثر؟ هلا لك خليني اقول لك، طالما في هدف وحلم معناتها نحن ماشيين صح. تمام. المهم الطالب يكون في عنده هدف او المتدرب يكون عن جد عرفان انه هي المواد التدريبية اللي بيطلبها هي بتساعده لتطور مهاراته، فنحن ماشيين على الطريق الصح. أكيد في صعوبات حتى للمتدرب يختار شو المهارات والأساليب اللي بتطلبها العمل. العلاقات العامة هي خلينا نقول هو علم حديث وهلأ عم بيفوت بكينونة الشركات وعم بيكون خلينا نقول العمود الفقري للشركة. ما عندنا اختصاص واضح بهذا الموضوع، ولكن هلأ بلشت الجامعات تفوت فيه، كليات الإعلام صار فيها اختصاص للعلاقات العامة. العلاقات العامة بدها كتير مهارات وبدها ممارسة، بدها اختصاص. صح. فالمدرب المختص لح يقدر يساعد المتدرب لحتى يمتلك هي المهارة ليقدر يمارسها بسوق العمل. في نجاحات، أكيد في نجاحات، ولكن بتأخذ شوية وقت لأنه الخبرة هي تراكمية. طبعا. والتدريب بده كمان تراكم، ما بيكفي يتدرب لساعة أو أربع ساعات أو 18 ساعة. نحن هدول بنعتبرهم يعني كلمات مفتاحية أو فك شفرة للمادة التدريبية. كمان كل شيء عم يتطور، لما يعني الحياة عم تتطور، احتياجات العصر عم تتطور. صح. فهذا الشيء لازم يكون منتبه عليه أول شيء المدرب، ينقله للمتدربين بطريقة صح، وهون تظهر يمكن الفروقات الفردية بين المدربين إذا بدنا نقول. صح. كل مدرب له طريقته الخاصة، له أسلوبه، له الكاريزما الخاصة اللي يمكن بيأثر فيها على المتدربين. أدي هذا الشيء بيساهم بتشجيع المتدرب أكثر ويمكن يرافقه بمرحلة النجاح إذا بدنا نقول. أكيد شخصية المدرب بتنتقل باللاشعور للمتدربين، تمكنه والمحتوى اللي بيشتغل عليه كمان بينتقل باللاشعور للمتدرب، حتى خبرته أحيانا. الخبرة هي كتير مهمة، هذا اللي بيفرق المدرب عن المدرس.
مدرس عنده خبرة بالمناهج، عنده خبرة بالأساسيات اللي بيعطيها، ولكن المدرب ليقدر يعطي الحلول ويقدر يشارك تفاعلياً مع المتدرب لازم يكون في عنده خبرة. فأكيد كتير مهم، وبنرجع من كرير الاختصاص، مثل ما أنا دورت على اختصاصي اللي هو بإدارة الفعاليات وقدرت استقطبه بلبنان وانقل هي الخبرة للمتدربين على الأرض، فأنا بشجع أي شخص عنده حلم أنه يختص يدور وين موجود الاختصاص، مفاتيح الاختصاص وين موجودة، ويسأل عن مدربين. نحن الشعب السوري بشكل عام عنده أرضية جيدة ثقافية، ومثل ما حضرتك قلتي عن طريق مواكبة أي تحديث لأي علم حديث إداري، أكيد المدرب بيطور حاله وبيدرب المتدربين معه. نعم. لما يعني بما أنك ذكرتي الفعاليات وتنظيم الفعاليات، واللي هو الشيء مثل ما عم نقول إنه يعني بينقصنا بسوريا الأخصائيين لحتى يطلع تنظيم احتفالية أو فعالية بشكل لائق، خلينا نقول اليوم أنت شاركتي بكثير من الفعاليات بتنظيمها، أشهرها هي بوابة الشمس بتدمر اللي كلنا حضرناه، وكان فعلا تنظيم يعني مميز، وخاصة المسرح اللي تركز عليه بطريقة معينة، كان التنظيم فيه عم يعطي رسالة اللي هي المفروض توصل. خبرينا اليوم عن تنظيم الفعاليات، هذا الجزء الهام اليوم لسوريا لتقديم أي موهبة أو أي مناسبة بشكل صحيح. هلا انت هون ضربتي على الوتر الحساس، لانه هذا الشيء شغفي وهذا الشيء اللي بيصب فيه اختصاصي ودراستي. خلينا نقول تنظيم الفعاليه هي اداه مهمه للتواصل، هي اداه مهمه بيرتكز عليها التسويق والعلاقات العامه، فهي من تحت خلينا نقول مظله هي العلوم الحديثه، هي مكان بيجمع كل الاشخاص لحتى يصير في تفاعل بيناتهم لايصال الهدف. لما حضرتك ذكرتي التركيز على المسرح، هي هي الحاجة من الفعالية، ليش أنا بدي أعملها، الهدف منها، وطبعاً الأهداف تنقسم لأهداف عامة وخاصة ومباشرة وغير طبعاً. مباشرة، ليش أنا بدي أجمع هدول الأشخاص، شو الرسائل اللي أنا بدي بثها، وأنتم كإعلاميين بتعرفوا أهمية فعالية بوابة الشمس، كان فيها رسائل طبعاً. عالمية وداخلية، صحيح. وبالتالي هي مهمة منظم الفعالية أنه يستقرئ هدول القصص كلها ويعطي هي التفاصيل عن طريق قصة بيسردها للجمهور، والمفروض أي شخص بيجي بيحضر فعالية يقدر يندمج مع هي الحالة سواء كان سمعي أو بصري أو تفاعلي. فتنظيم الفعاليات قد يبدو أنه هو علم سهل، ولكن نحن بنقول له السهل الممتنع، صحيح. لأنه من حيث المبدأ هو بسيط، ولكن من حيث العمل على الأرض تفاصيل مليئة بالتفاصيل، هو يعني الخوض في التفاصيل، وبده كتير مهارات بالتواصل، لأنه عم تتواصلي مع شرائح عامة وبدك تنظميهم، والتنظيم شغلة مانا سهلة أكيد. وخصوصا إذا كان في شوية عراقيل معينة خلينا نقول باللوجستيات العامة للعمل، صحيح. اكيد، وخاصه بظروف مثل هاي الظروف اللي عم نمرق فيها كلياتنا. لما شكرا انك كنتي معنا لليوم ونقلتينا يمكن جزء كتير بسيط من الخبره والمجال اللي حضرتك عم تشتغلي فيه. كل الشكر لك وكل التوفيق. شكرا لكم. نحن انبسطنا فيك يا لما، يعني دائما كنتي بتبثي روح لا فيني ارتاح فيني ترتاحي فيك تبثي روح دائما على صفحتك مواقع التواصل، يعني بعز ما الشباب يكونوا يائسين انت من خلال خبرتك التدريبيه كنتي تعطيهم لا امل اندفاع، وحتى يعني انه لا الجاي ان شاء الله رح يكون احسن بهمتكم. فنحن بنقول ان شاء الله كل حدا عنده هدف ما يتوانى ولا لحظة ولا يتردد إلا ما أنه يدور مثل ما قلتي على المفاتيح ليوصل له. أكيد. شكرا لك لما، شكرا لوجودك معنا.